للحديث أكثر عن البيان الذي أصدره مرصد وفاد بشأن ملف النازحين وانتفاع بعض الجهات من الإبقاء عليه مفتوحا، ينضم إلينا الأستاذ زياد السنجري الإعلامي والصحفي العراقي عبر الهاتف من فيينا. أستاذ زياد، بداية مرحبا بك. بحسب البيان الذي أصدره مرصد أفاد، جهات سياسية عدة تريد إبقاء ملف النازحين مفتوحا، ما مصلحة هذه الجهات من إبقاء النازحين أو ملف النازحين على هذا الوضع الذي وصفته منظمات حقوقية دولية عدة بأن وضع النازحين وضع لا إنساني؟ نعم، تحياتي لكم ولكل مشاهديكم الكرام في كل مكان. أخي الكريم، الحقيقة أنا المتحدث الرسمي باسم مرصد أفاد، إضافة إلى كوني صفتي الصحفي والإعلامي. ما صدر اليوم في المرصد، وهناك معي أكثر من 40 زميل صحفي وإعلامي وباحث بعد تقصي حقائق، وصلنا إلى نتائج الحقيقة للأسف يعني نتائج صادمة في المرصد، بأن الحكومات تتعمد إبقاء ملف النازحين والمهجرين والأحزاب والميليشيات كونها منتفعة من هذا الملف. هناك حصص غذائية، حصص صحية، هذه الحصص تهيمن على عقودها مجموعة من الجهات والأحزاب في بغداد، تتعامل مع وزارة المهجرين حصرا، وهذه الجهات تستفيد بشكل كبير من هذا الملف ولا تريد غلق ملف النازحين. من هي هذه الجهات؟ العمليات العسكرية. هذه الجهات هي أحزاب الآن موجودة في البرلمان، أحزاب ولديها أذرع مسلحة، ميليشيات تسيطر الآن على البرلمان، وهي من انتخبت حكومة الكاظمي ومن انتخبت قبله. الحقيقة المرصد بعيد عن الأمور السياسية، ولكن بما أن اليوم حديث عن المواضيع الإنسانية، علينا أن نشخص أين الخلل. وردتنا معلومات ووثائق كثيرة تخص فساد وعقود، إضافة أن الأرقام التي لدينا أرقام مخيفة، نتحدث عن 730 ألف إنسان أغلبهم أطفال ونساء لا يتلقون التعليم في تلك المخيمات، يعيشون أوضاع مأساوية صعبة جدا. الجهات الأمنية ترفض تسليمهم وثائق بدل التي احترقت أو أتلفت نتيجة العمليات العسكرية. هؤلاء النازحين والمهجرين صوتهم مغيب. الجهات التي تهيمن أمنيا على تلك المخيمات تتلاعب باختياراتهم في الانتخابات، كذلك عملية تغيير ديموغرافي وتداعياتها كبيرة جدا على هذا. أستاذ زياد، يعني كما هو معلوم هناك مخصصات كبيرة ولا محدودة للميليشيات، هذه الميليشيات هي مدعومة، ليست بحاجة لأن تقوم بسرقة غذاء أو دواء. ربما البعض يرى أن عمليات سرقة الغذاء والدواء من قبل الميليشيات يعني هناك أهداف أخرى تقف وراءها، أول هدف هو زيادة معاناة النازحين. لماذا يراد زيادة معاناة النازحين؟ الحقيقة عدم استقرار الأوضاع السياسية في العراق، عدم إجراء انتخابات نزيهة، هي يعني بقاء أي من تلك الأحزاب وتلك الجهات السياسية على المشهد في العراق. اليوم يعلم كل العراقيين هناك ثورة شعبية، هناك رفض لما يحدث الآن في العراق من انتهاكات، ومن ضمنها ملف حقوق الإنسان الذي يخص النازحين والمهجرين. لكن للأسف الشديد المنظمات الدولية صامتة وتسكت عما يحدث الآن في تلك المخيمات، واستمرار لمعاناة هؤلاء النازحين والمهجرين وعدم عودتهم، يعني عدم الاستقرار، وهم الحقيقة وهو المطلب الرئيسي للأحزاب والميليشيات الموجودة في داخل العراق التي تسعى إلى خلق بلبلة ديموغرافية، بلبلة اقتصادية، بلبلة أمنية في داخل العراق، لكي عدم استقرار هذا الأمر يخدم تلك الميليشيات وتلك الأحزاب. أستاذ زياد، يعني أيضا هناك في سياق الحديث عن استيلاء أحزاب وميليشيات بعينها على أراضي الدولة وأراضي المواطنين في الموصل، ما مدى خطورة ذلك؟ وطبعا هو يندرج ضمن مشروع التغيير الديموغرافي من ضمن حديثك، ما مدى خطورة ذلك وما تداعيات ذلك على الموصل وعلى المشهد في العراق؟ نعم، المشهد الحقيقة للأسف الشديد معقد،
الاستيلاء أكثر من 5000 قطعة أرض في مدينة الموصل، بعضها مئات الدوانم، ملف استيلاء على الأراضي وبيعها أو استخدامها لجهات معينة دون أخرى، هو يندرج ضمن ملفات التغيير الديموغرافي في مدينة الموصل. وأشرنا من خلال الوثائق التي نمتلكها ونشرناها عبر مواقعنا الشخصية ولقاءاتنا التلفزيونية بالأرقام وبالوثائق، ذكرنا ما قامت به تلك الأحزاب والميليشيات. الآن هناك صحوة متأخرة لتدارس الوضع، لكن للأسف الشديد الاصطدام بتلك الميليشيات المسلحة يعود دون إحقاق الحق في مدينة الموصل واستعادة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها. هذه الأراضي معظمها للدولة وبعض المواطنين المهجرين، وهناك جهات تمنع البناء رغم كل وجود كل الأوراق الثبوتية في مناطق مثل الرشيدية، مثل قبة، مثل الشريخان، مثل سيد محمد، أو مناطق شرق مدينة الموصل والمحاذية لساحل نينوى وجلوخان جنوب الموصل وكثير من المناطق الأخرى. تمنع تلك الميليشيات والأحزاب بناء بحجة حقيقة لا يمكن أي حجة بناء، ولكن يرفضون أي شخص من أبناء الموصل أن يقوم بالبناء وإعادة إعمار منازلهم المهدمة في تلك المناطق. شكرا لك أستاذ زياد السنجري، الإعلامي والصحفي العراقي، كنت معنا عبر الهاتف من فيينا.